يقدرش يسمونه صقر هذا. أيه. هذا ملك الطيور. ملك الطيور. وين تاجه؟ ما في تالته. آه. وين التاج؟ التاج وينه؟ وين حاطينه؟ على الهدهد. احنا بنسوي خلطه جذعيه. اي بخلايا جذعيه. خلايا جذعية. بنشيل تاج هالاثول اللي هو الهدهد. آه. بنركبه على الصقر. يا سلام غادي صقر بتاج. لا لا ما نبي نشيل خلايا انا الحين افهمك. خلصنا صوت يعني خلايا الجذعيه من انت اشرح لي على ما انا اسحب. اسحب لك سحب عمي. خلايا الجذعيه بنسحبها ونحطها بالصقر. هي. يصير الصقر كله تاج. صقر متوج. صقر تشوفه عليه تاج. هذا صقر. اسميه ان العلم والله ما حل شيء ما شاء الله. متطور العلم. متحضر. يعرف. يعرف. يستوعب. اي وبعدين. حط الالوان. الالوان الحين الصقر بنغير لونه. الحين هذا لون بالله لون. هذا لون نمر. اي. لا لا. هذا مو لونه كذي. لا 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 لا. لا احنا بنغير. هذه الالوان اللي تفضل عمي اشرح. شوف الالوان. شوف الالوان ايش حلوه. الطاووس. هل الالوان الطاووس. ايه؟ بنحول الالوان على ظهر شيخ الطيور. يا سلام تاج وهالالوان يعني غادي صقر ملون متوج. ايه خلايا الجذعيه مال الطاووس بنشيلها. ايه؟ وبنجذع فيها الصقر. اجذعوا. اي ولا شوف هالكشخه وهذا ذيك المره يقعد انا على بالي قطو ميو ميو يه صوته يلوع الكيف. قلنا هذا بالردة دياية. ايه بنخلي بنسحب الوانه. نسحب الوانه نركب نوزع على هذا. يبا احنا بنروح مصفح عشان افهمك. بنروح مصفح. ايه. ونودي التاج مصفح. وين هذا؟ هذا ابو ظبي مال محمل السيارات هناك. الصناعيه الجراجات. زين بنخلط هالثلاث طيور ببعض بنطلع لنا بس ملك. بالطريقه الجذعيه. كلها جذعيه. كذي تعالوا وصلخه وتوهق. لا لا صلخته بعدين هذا خلي يكون على بينه. لا وعلى بين صقر مو هين ترى. زين ايش قلت الحين؟ شاركنا. والله يا طويل العمر انتوا الحين عندكم طيور وجذعيه وتاج وما تتغيرون الالوان. انتوا اول بدوه المشروع هذا انت اكون نجحتوا انا بشارككم لما انا اطول عماركم انا رجال الرعيل تابع طير هيون هيون. حو 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 هم الطيور عندكم.